السلام عليكم. وهذا الطبق اللي غنقدم لكم ديال اليوم، انتم تشوفوا الهرقمه ديالنا طابت مع الحمص، كتجي مع العكه الشهيه لذيذه ما تشبعوش منها. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا معايا، كيجي لذيذ شهي ما تشبعوش منه. هذا هو الطبق، تمنينا الاعجاب ديالكم. طبق ديال اليوم كيجي شهي لذيذ ما تشبعوش منه. ما درناش مطيشه طبعا، غير البصله والثومه وعود القرفه، صافي هادشي اللي غنديرو. والبزارات ديالنا طبعا، وبالصحة والراحة الى شي اخرى مقبلة ان شاء الله. السلام عليكم، هي هذه الوجبة ديال اليوم اللي غنقدم لكم، وهذا الطبق كيجي الشهي لذيذ ما تشبعوش منه. السلام عليكم، اليوم غنقدم لكم الهرقمة كما كتشوفوا معايا، الحمص شوفوا معايا، الهرقمة كتشوفوا معايا، كاين عندي ديال العجل، ما تاخذوش ديال البقره حيت ديال البقره ما كتبغيش طيب. ديال العجل غير هنايا راه عندي جوج انواع العجل، كاين ابيض وكاين اسود، كاين الزيت البلديه والماء اذا نصف كاس، هنا نصف كيلو ديال البصلات، ثلاثه البصلات كبار، جوج عواد قرفه، جوج عواد جوج ورقات ديال سيدنا موسى، سته الفصوص ديال الثومه، الملح قدر اللي كتبغيوه، معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الخرقوم، شويه ديال المعدنوس والقزبر، هنايا البابيركا او التحميره، الفلفل اسود. انا البابيركا راني درت الطريقه ديال التحضير ديالها، الا بغيتو تشوفوها راه في الفيديوهات ديالي. هذا هما شنو غنحتاج اليوم في التحضير ديال الهرقمه ديال العجل. قلت لكم الافضل يكون لحم العجل، لان الا جبتو ديال البقره ما كتبغيش طيب. غنوضعوها هكذا، لا الهضم ديالها ما نوضعوهاش هكا باش ما تلصقش لينا. صافي هادشي اللي غنحتاجو، غنبداو على بركتي الله. كما سبق ليا وقلت لكم هادو هما المقادير، الحمص الهرقمه كما شفتو معايا. كما سبق ليا وقلت لكم ضروري تكون ديال العجل باش دغيا طاب لكم، ديال البقره ما عادش تبغي طاب. نص كاس ديال الزيت، ما كنكثروا الزيت على حساب هنايا الهرقمه كتكون ميدمه. صافي كما سبق ليا وقلت لكم البصله قياس ديال نص كيلو، لان انا خديت جوج كيلو ديال الهرقمه، نتوما ممكن ديرو قل البصله على حساب قياس ديال الهرقمه. والحمص القدر اللي بغيتو، انا خديت 250 غرام، 250 غرام لا 350 غرام على نص كيلو. هنايا هادشي اللي استعملت، معلقه كبيره سبق لي وقلت لكم ديال سكينجبير، الخرقوم معلقه كبيره، قزبر ومعدنوس، البابيركا او فلفل اسود، بابيركا او تحميره، وهنا الفلفل الاسود، وفصوص ديال الثومه القدر اللي بغيتو، غنحطو مع الكاكل لانه ما غادي يذوبو، والملحه على حسب القياس اللي بغيتو. بداو كنحطو نبداو نحطو القطع ديال طوها على جهه العظم كما كتشوفوا معايا، جهه ديال العظم باش ما تلصقش لينا، جهه العظم. هنا كاين جوج انواع ديال العجل، كاين رجل ديال العجل اسود ورجل ديال العجل ابيض. نضيفو الهرقمه ديالنا
ما سبق لي وقلت لكم كنحاولوا نوضعوها على الهضم. صافي هادشي اللي غنديرو. من بعد غنضيفو شويه شويه داك البزارات ديالنا. نبداو بهاد بابريكا او التحميره والفلفل الاسود. ناخذ عاوتاني الخرقوم سكينجبير وناخذو البصله ديالنا كما كتشوفوها معايا. ناخذوها نديروها غير من الفوق لان ما عادش نشحرو ما عادش نشحرو الهرقمه ديالنا، ما كتحتاجش تشحر بحال اللحم. نحطهم من الفوق وصافي. دابا ناخذ الفصوص ديال الثومه، الفصوص ديال الثومه والملح عاد نضيفهم حتى هما كما كتشوفوا كما كتشوفوا معايا الفصوص ديال الثومه، ونضيفوا الملحه حتى هي نضيفوها. حاولنا قطنا هاد عواد ديال القرفه و اصبروا مع الدنوس، وعاد نديروا الحمص ديالنا. من بعد ما عاد تغلي الكوكوط ديالنا نضيفوا الحمص ونضيفوا هاد الشيء اللي باقي لنا. نضيفوا الزيت، نسيت ما درتوش، نضيفوا الزيت ديالنا نضيفوا صافي ونخليوها حتى تغلي، عاد نضيفوا الحمص ديالنا. انا غنضيف دابا الماء طايب. من بعد ما اغلى الماء ديالي عاد نضيف الحمص لانه كيحتاج حتى هو الطياب. الا كان الحمص ديالكم دغيا كيطيب ممكن تخليه نص ساعه حتى يطيب شويه الهرقمه عاد ضيفوا الحمص. انا غنديرو دابا لانه كيحتاج الطياب. نضيف الحمص ديالي شويه بشويه. من بعد ما زدت نص الكاس ديال الزيت ديال المائده ولا كما درت انا خلطتو، ولا زيت الزيتون افضل كاع. صافي غنضيف قزبر ومعدنوس ونضيف عواد قرفة هما ورق سيدنا موسى والقزبر ومعدنوس. صافي ونسدو على الكوكوط ديالنا. نضيفو لها شوية الماء ونسدو عليها، نضيفو لها شوية الماء سخون ونسدو عليها ونخليها واحد ساعة ونصف وصافي كطيب معانا. هذه هي الهرقمة ديالنا بعد ما طاب. دابا راه الضبابة كطلع على التليفون كما كتشوفو معايا كتجي مشربة، هاهي كتجي مريقة مهلكة ومشربة بعد ما طابت. هذه هي مريقة ديالنا من بعد ما طابت وشربت، هي هذه كتجي مهلكة وزوينة ولذيذة وشهية وصحة والراحة. تا شوفوا معايا طبق التقديم. ده هو طبق ديالنا ديال التقديم. هذا هو حمص بالهرقمه ديال العجل، كيجي طري لذيذ شهي مشرب. ثم يلا هالمريقه اللي بقات كيجي معندك شهي لذيذ ما تشبعوش منه. هالطريقه اللي درت لكم بلا مطيشه كتجي لذيذه بزاف. مع السلامه، معلكه بالصحه والراحه. هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال الحمص بالهرقمه. نتوما كتشوفوا كيجا معلك مشرب، الريقه ديالو هي هادي. هادو هما الطروفه ديال الهرقمه ديالنا، كتجي رائعه شهيه. غير هي نسيت ما قلت لكمش باللي منين يغلى لكم بدا تصفر الكوكوط طنجره الضغط غنقصوا عليه ونخليوه يطيب على نار مهيله لمده ساعه ونصف.
مره مره نحركوه نشوفوه ياك ما خاصو الماء. هذا هو الطبق النهائي، وهذه هي الشهيوه ديال اليوم كما كتشوفوا معايا، مرافقه لها سلطه وزيتون الاسود كما كتشوفوا معايا. هو هذا طبق المرافق لبطاطا مسلوقة مشرملة مع المعدنوس، شوية ديال الفلفل الأسود والملحة والخل، شي ما درنا. هما هذا الطبق ديالنا. السلام عليكم، هي هذه الوجبة ديال اليوم اللي غنقدم لكم، هو هذا الطبق كيجي شهي لذيذ، ما تشبعوش منه.